هذا يسأل يقول إن إذا جرى حادث ومات فيه، إذا جرى حادث سيارة ومات فيه أنفس، هل يجوز يتصالحون أهل الميت مع السائق سائق السيارة على شيء من المال، أو يتعين أخذ الدية؟ يجوز هذا، يجوز أنهم يتصالحون على شيء من المال، وإن لم يتصالحوا فليس لهم إلا الدية، إن لم يتصالحوا فليس لهم إلا الدية. وكذلك لا يجوز أن يتصالحون على أكثر من الدية، ما لهم غير الدية، وإن تصالحوا على أقل منها فلا بأس، وإن سمحوا مجاني فهذا أحسن. نعم.